قال الرئيس الأدري إلهام علييف إن تبادل الزيارات بين مسؤولي مصر وأذربيجان يعكس مدى حرص البلدين على تعزيز العلاقات المشتركة بينهما. وأضاف علييف أن بلاده تتطلع للتعرف على الخبرات المصرية خلال إعدادها لمؤتمر COP29، لافتا إلى الجهود المشتركة للبلدين لتعزيز وتقوية التضامن الإسلامي. يحمل هذا التبادل زيارة أهمية لتنمية الحوار السياسي، وكما دعت سيادة الرئيس لمشاركة في COP29، وشكرا وسعيد بأن سيادة الرئيس قد قبل بدعوتي. وكما أكدت أن مصر استضافت بشكل ناجح COP27، وكما أكدت أن استعداد الجانب الأذربيجاني لإقناع خبرة المصرية في هذا التجربة في تنظيم وإعداد COP29. وهناك توافق في منظمات دولية في شتى القضايا، ولدينا التعاون المثمر في إطار منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز.